2021. ما شاء الله تبارك الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم زد وبارك. اللهم أنعم وتفضل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. شمال منطقة جازان. طبعا محافظات الدرب وبيش وصبية، مركز الشقيق، مركز الحقو، أيضا أجزاء من الريف كلها كانت تحت زخات الأمطار قبل قليل. لا تزال السحب الممطرة ما شاء الله تؤثر بالخيرات والرحمات وزحفها باتجاه جنوب منطقة جازان. كما تشاهدون أسفل هذه السحب الممطرة كثافة غبارية للرياح الهابطة المندفعة اللي راح تسحب مع السحب بإذن الله باتجاه الجنوب. راح نسمع بإذن الله أخبار الخير أكثر وأكثر مما كانت التوقعات تشير إليه على محافظات الجنوب من المنطقة. نسأل الله عز وجل نسقينا الغيث وألا يجعلنا من القانطين. ما شاء الله تبارك الله، ميدان جدا جميل.